هذه اللحظات سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني يقوم بتتويج أصحاب المركز الثاني المنتخب السعودي وصاحب المركز الأول المنتخب البحريني. مراسم توزيع الجوائز على الفائزين، مبروك للمنتخب البحريني بطلا لكأس الخليج لأول مرة. سمو الأمير تميم بن حمد بن خليفة يوزع الجوائز على الفائزين والهدايا التذكارية على حكام اللقاء. مبروك الاستضافة الجميلة، مبروك التنظيم الرائع. سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، طاقم التحكيم اللي أدار المباراة. شفنا الحقيقة، شكرا لحكام البطولة ولرئيس لجنة الحكام العراقي طارق أحمد وكل الحكام من الكويت وعمان والعراق وقطر واليمن والإمارات والبحرين، إلى جانب طاقم تحكيم المباراة النهائية. الحقيقة الابتسامة الدائمة دائما وأبدا سمو الأمير، وسمو الأمير الوالد دائما الابتسامة حاضرة. كل من حضر سيجد الابتسامة، وهو راحل سيجد أيضا الابتسامة دائما. سلمان الفرج نجم الكرة السعودية وأحد أبرز لاعبيها، سلمان ياسر الشهراني إن شاء الله يكونوا حاضرين موجودين هنا في الدوحة. مش هيمشي طبعا عشان خاطر كأس العالم للأندية، هيلعبوا ضد الترجي. فتاح عسيري كأنه اللي نزل الشوط الثاني في اللحظات الأخيرة. سالم الدوسري كان بعيد عن مستوى الطبيعي سالم، لكن قيمته كبيرة ومكانته محفوظة تماما. سلطان الغنام الظهير الأيمن اللي ترفع الكرة من عنده، زياد الاستوبر اللي عمل ماتش كويس الحقيقة، الصحفي لاعبي المنتخب السعودي أبطال البطولة ثلاث مرات من قبل، هاتان غاب عن هذا اللقاء رغم رصيده عنده هدفين. خبراني المدافع في خط الظهر، كذلك طلال لاعب المنتخب السعودي لرابع مرة. أدي نواف العابد، لم يشارك نواف في هذا اللقاء، كذلك سعود لاعبة المنتخب السعودي اللي شاركوا في البطولة الحقيقة كانوا مرشحين لحصد اللقب بنسبة أكبر، ليست كبيرة يعني من عن منتخب البحرين، ولكن منتخب البحرين قدم مباراة عظيمة جدا جدا. وادي أمام حضراتكم لاعبي المنتخب السعودي في استلام الجوائز. عبد الله الملكي واحد من اللي تألقوا في البطولة الحقيقة وقدموا أداء راقي وممتاز جدا جدا. فارس أيضا، سمو الأمير والابتسامة الدائمة وأبدا عبد الله الحمدان رأس حربة المنتخب السعودي، ورينور المدرب الفرنسي ومعناها الثعلب، ولكن الثعلب الحقيقي النهارده كان سوزا البرتغالي حارس المرمى الأفضل في البطولة فواز القرن لفترة ليست قصيرة. طاقم فني فرنسي بعد برونو ميتسو وبعد كلود لوروا كلاهما فاز، يأتي رينورد ولكنه يخسر اليوم بهدف أمام المنتخب البحريني. مدربي البحرين ومدربي السعودية عملوا اللي عليهم في البطولة واجتهدوا، لكن نجح البحريني الحقيقة في التفوق على مدرب المنتخب السعودي في المباراة النهائية. خليجي 25 إن شاء الله هتكون في البصرة في العراق. طاقم الفني لمنتخب السعودية، منتخب السعودية هو ثاني ترتيب مجموعته المجموعة الرابعة في التصفيات المزدوجة لآسيا وكأس العالم بعد أوزبكستان، عنده 8 نقاط وله لقاء مؤجل. سمو الشيخ جاسم شيخ الشباب دوره الكبير والفعال والرؤى دائما وابدا المستقبليه للمواقف وصلت بقطر الى قمه اسيا وابطال امم اسيا. والان تقديم لاعبي المنتخب البحريني، سمو الامير والتصفيق لقيمه المنتخب البحريني ومدربه سوزا المدرب البرتغالي اللي قدم نفسه بشكل محترم الحقيقه، وواضح انه مدرب يعمل باستراتيجيه عامة بغض النظر عن النتائج، احيانا بتكون عايز توصل لفلسفة او ستايل او اسلوب. وادي امام حضراتكم باك اليمين اللي خرج السيد رضا، واحد من المدافعين الجيدين ادى بشكل جيد وخرج نزل بدلا منه محمد عادل. دائما وابدا محمد يوسف حردان احد المدافعين، وده واحد من نجوم المباراة الحقيقة، صاحب الهدف محمد الرميحي يستحق الحقيقة الاشادة. وهذه اللحظات التاريخية في تاريخه وفي تاريخ البحرين كل البحرين،
نعم حضر للبحرين نجوم ونجوم كبار وكبار جدا، لكن فرحتهم اليوم كلهم بفوز منتخب البطولة يعني الكثير، مفيش كلام. أحمد مبارك، حمود سلطان يبقى هو الأسطورة والرمز لحراسة المرمى لمنتخب البحرين، نجوم كبار على مر التاريخ، فؤاد بشكر كواحد أيضا من الكبار وكمدرب مع سلمان الشريدة ومرجان عيد، أسماء كبيرة في تاريخ هذا المنتخب الكبير، إبراهيم زويد وطلال يوسف، محمد سلمين، أسماء كبيرة في تاريخ الكرة البحرينية. بنقول لهم كلهم مبروك، كلهم بنقول لهم مبروك، مبروك للشيخ علي بن خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم، وكل التقدير للفكرة التاريخية للشيخ محمد بن خليفة هناك في نهاية الستينات وطرح الفكرة على السعودية وانضمام قطر والكويت. شكر وتقدير لسمو الأمير من الفرق وإداريها ومدربيها وهذه اللحظات التاريخية ونجومها الكبار، كان عبد الله المرزوقي واحد من المدافعين أيضا الكبار، تقدير كبير. حضرة سمو الأمير للنهائي في حضرة السعودية والبحرين يعني الكثير والكثير، رسائل دائما وأبدا من خلال الرياضة. سعادة الشيخ جوعان بن حمد أيضا رئيس اللجنة الأولمبية وفرحة سعادته طبعا بفوز معتز برشم بذهبية العالم، وهذا التنظيم الرائع. سيد شبر حارس المرمى اللي شارك في نصف المباريات لم يشارك اليوم، لكن سيد محمد جعفر كان حاضر وبشكل رائع وممتاز. عبد الله الهزاع صاحب هدف جميل سجله في مرمى العراق، هذا اللاعب الكبير ايضا عبد الله الهزاع، ومن الصدف انه كان سجل في مرماه امام السعوديه من قبل، لكن اليوم فرحه واي فرحه. مبروك مبروك للبحرين، انتصار كبير وغالي، كل البحرين، شوارع البحرين، المنامه، كل المنامه، لم تنام اليوم المنامه، لن تنام. راح السحاب والتلج داب والكل احتار، ايه اللي خلى الليل ده نهار؟ ايه اللي خلى التلج ده نار؟ انه البحريني حقق الانتصار واصبح زيه زي كل الكبار، انطلاقه من تاني وفرحه جديده ستكون حاضره. ومحمد جاسم واحد من اللاعبين المحترمين في البطوله ايضا، اداء راقي. علي حرم ايضا وجود أحمد نبيل المدافع الرائع للمنتخب البحريني، تياجو اللي نشط وتعلق مع المنتخب العسكري فاستحق أن يكون مهاجم رائع للأحمر البحريني، مهدي الحميدان في رأيي نجم المباراة الأول، لم يسجل لكن هو من صنع الهدف وقدم مباراة بدنيا وفنيا وتكتيكيا على أعلى مستوى بإرشادات مدربه الكبير سوزا، مفيش كلام مفيش كلام. سيد سعود المهندي أيضا نائب رئيس الاتحاد وكل مسؤولي الاتحاد القطري لكرة القدم والاتحاد الخليجي واللجنة المنظمة، لهم جميعا كل التقدير على ما قدم وتم تخطيطه وتم تنفيذه بعناية، فاستراح الكل ونجح المنتخب القطري ونجحت قطر في استضافة بطولة استثنائية في ظروف استثنائية. نعم وليد الحيام اللي نزل الشوط الثاني أحد اللاعبين الكبار في الفريق، كميل الأسود لاعب خط الوسط، فرحة وادي الكأس الغالية، الكأس الغالية يبحث عنها مبكرا السيد ضياء، واحد أيضا من الأجنحة المهمة اللي شاركوا في البطولة مع الفريق. الكأس فكرة قطرية، فكرة سمو الشيخ جاسم بن حمد شيخ الشباب، فكرة قطرية وصنعت بأنامل عراقية في مصانع إيطالية من الذهب الخالص من قبل قدمت قطر فكرة الكأس. نعم نعم كان سليمان المالك صاحب كأس البطولة من قبل وفكرتها، لكن الكأس الحالية من عام 2004 فكرة الشيخ جاسم بن حمد، فكرة قطرية وأنامل عراقي. نعم أحمد البحراني، أحمد البحراني النحات والفنان العراقي الكبير، وفي مصنع بريتوني الإيطالي على شكل مبخرة والوترة وأشماغ الخليجي، هو من يلم ويلف ويلتف حول هذه المبخرة التي تم شرخها. إن شاء الله ما في شرخ، دائما في ملتحمة. قطر تنظم البطولة والبحرين بطلا لخليجي 24. نعم إنما للصبر حدود، إنما للصبر حدود، والبحرين أدها وقدود، البحرين بطلا لخليجي 24.